صباح الهنا والرضا والحب والطاقة الإيجابية على كل مشاهدي قناة هي في كل مكان. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت، وقولوا لي يا ترى جربتوا وصفات من اللي عملناها المرة اللي فاتت؟ اللي جرب عايزاه يبعت لي ويقول لي، ولو حد عنده أي استفهام ابعتوا لنا يا إلا على صفحة القناة البرنامج يا إلا على صفحتي الشخصية، وأنا هجاوبكم على كل أسئلتكم. النهاردة هنعمل وصفات حلوة قوي. تعالوا نبتدي بأول وصفة، وهي الرز اللي بالفراخ، الرز البخاري بالفراخ. وهقول لكم على المقادير: 2 معلقة كبيرة زبدة، 2 فص ثوم مهروس، وأنا بأوقات بحب أحط زبدة على زيت يعني زي ما تحبوا، وبصلة كبيرة مخرطة، 2 جزرة مقطعة بالطول، 2 معلقة كبيرة زبيب، فرخة متقطعة 4/4، معلقة كمون، ملح وفلفل بحسب الرغبة زي ما أنا معودة بقول لكم، ومعلقة كبيرة 7 بهارات، كوبين مية مغلية، واتنين كوب أرز بسمتي ذهبي، وأنا دايما بحب أستخدم الذهبي مش الأبيض، ربع معلقة صفار زعفران مش زعفران، بيتباع عند العطار هتلاقوه تقولوا له عايزين صفار الزعفران، وعلى 3 معلق مية، ونروح مدوبين ربع المعلقة بتاعت الصفار دي، و3 معلقة كبيرة بسلة. يلا نروح نعمل الرز بتاعنا اللي هيطلع من ورا الخيال. هنبتدي اول حاجة ان احنا هنسخن بس الحلة شوية، وبعد كده هحط الزبدة. عايزين تحطوا زبدة بس كان بها، انا اوقات بحط بحب احط شوية زيت، فهبتدي اهو احط الزبدة، بحط سنة زيت صغير. هي مش مكتوبة لكم في المقادير لانها اختياري. وبعد كده هنقلب لغاية ما الزبدة بتاعتي تسيح، وهنزل بالبصل الكتير قوي اللي احنا عاملينه، عشان هتشوفوا بقى وصفة رز خطيرة وهيطلع زي القمر. سيحنا الزبدة، بس هي عايز تسخن شوية، ممكن نفتح دي كمان. على ما الزبدة تسيح هقول لكم بقى على وصفة الرز دي، لأنها وصفة لذيذة جدا وبجد بتنقل الرز في حتة تانية. إن إحنا مش بنساوي الفراخ في الرز على طول، لا، إحنا بنسلق الرز بالخلطة اللي هنعملها، بنزرق الفراخ أسفة بالخلطة اللي هنعملها، بعد كده بنطلعها ندخلها في الفرن تاخد لون حلو، ونساوي الرز ببقية الخلطة، وبعد كده هنغرف بقى ده لوحده وده لوحده فوق بعض، بس يبقى ده استوى لوحده وده لوحده، بيبقى شكلها حلو جدا. غير ان احنا نحط الفراخ والرز وكله بتبقى طعمها حلو برضو، يعني انتوا ممكن تعملوها كده، لكن الشكل ما بيبقاش، وانتوا عارفين انا بهتم بالشكل قوي، اما تبقى الفراخ محمريه في الفرن واخده لون كده بتبقى حلوه في التقديم قوي. الزبده بدات تسيح، اول ما الزبده تسيح اهو هننزل، بس لسه في شويه زبده صغيرين، واهم حاجه نقطع البصل زي ما احنا شايفين حلقات هلال كده، ويبقى كميه كبيره يعني بصلتين وسط او بصلايه كبيره قوي، عشان تدينا النتيجه اللي احنا عايزينها مع الخلطه بتاعتنا. هنزل بالبصل وهبتدي اقلب البصل، أهم حاجة إنه البصل قبل ما ننزل بالفراخ عليه إنه يدبل شوية، أول ما يبتدي يدبل أروح حاطة الفراخ ومزودة المية بتاعتي. هاخده تقليبة، وبعد كده هنزل بالجزر. عايزاكم تبقوا تبعتولي برضو على الصفحة، قولولي مثلا إحنا يا شيف بنعمل الرز بالطريقه دي. انا بحب قوي نبادل الافكار مع بعض، وبحب قوي ان الناس تسالني، وبحب كمان انكم تقولوا لي اقتراحات وصفات لو نفسكم في وصفات، يعني انا ببقى فلكسبل لكل حاجه، ببقى مرنه ان انا اي حاجه انتوا عايزينها بعملها. فاللي نفسه في حاجه يبعت لي، اللي عنده سؤال في معلومه في اي حاجه يبعت لي، هتلاقوني بجاوبكم على طول. وكمان اللي عنده وصفه حلوه او استفسار كله يبعتلي. البصل بادئ اهو، بعد كده هنزل عليه، بس لسه عايزاه ياخد بس تسخينة سنة مع النار كده قبل ما انزل عليه بالجزر.
اللي عمل بقى وصفات الأسبوع اللي فات يقول لي الروستو ولا الفريك ولا البلح اللي كسب. عايزة بقى أراءكو وتبعتولي وتقولولي إيه اللي عجبكو أكتر حاجة. خلاص البصل ما تبلش قوي بس بدأ يسخن، هنزل عليه بالجزر وهاخدهم تقليبة. وبعد كده هنزل بالزبيب والزبيب اللي مش هيحب يقول لي احنا ملناش في الزبيب شيلوا الزبيب مش هيجرى حاجه، بس انا بديكم الوصفه باصولها. لكن لو عايزين تشيلوه الطبخ ما فيهوش صح وغلط، الطبخ فيه طعم حلو وطعم مش حلو، ففي النهايه اللي مش عايز زبيب ما يعملش وهيبقى الطعم حلو قوي برضه. هنقلب تقليبه كويسه قوي 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 لغايه ما البصل احسه بدا سنه يدبل، وبعد كده هننزل بالفراخ. بس الأول عايزة أدبله شوية. انتوا لو شمين الريحة اللي أنا شماها أنا أعصابي بتتعب، مع إن أنا الحادق مش أحلى حاجة بالنسبة لي، أنا الحلو هو اللي أقوى، لكن الريحة أوقات بتبقى مغرية جدا جدا جدا. أوبس، انا هشيل نص كميه الخلطه دي، هتلاقوني بشيلها على جنب، بشيلها عشان عايزه اما اشيل الفراخ بعد كده وادخلها الفرن يبقى عندي شويه احطهم مع الرز، تبقى الخلطه لسه ما اتهرتش قوي، يبقى في نص ونص، فهتلاقوني بشيل حبه واخلي حبه من الخلطه. هجيب بوله اشيل فيها الخلطة، مش كلها، هنشيل نص الخلطة زي ما احنا شايفين اهو. وبعد كده هنزل بالفراخ والمية على طول. بس كده ادي نص الخلطة شلناه، هخلينا كده زي ما احنا، وهنزل بالفراخ. انا جايبه فرخه صحيحه ومقطعاها اربع تربع، وهحط عليها الخليط لا مش صفار زفر، هحط عليها السبع بهارات والكمون والملح والفلفل. وشويه ثوم، وهاخدهم تقليبه بعد ما احط الميه المغليه. وهنا بقى المية المغلية أنا بحط كمية اللي هتنفعني بعد كده للرز، لأن احنا هنعمل الرز في نفس الحلة دي. هاخدهم تقليبة كويسة الفراخ مع الحاجات الخلطة اللي معاها عشان البهارات تتبل فيها كويس قوي. وبعد كده هغطي عليها النار ونخش على الوصفة اللي بعدها، على ما الفراخ بس تاخد غلوة وتستوي في المية دي. هولع بقى أنا النار الناحية دي، أهي ولعة، هخطي عليها تغطية كده وهناخدها الناحية دي تقعد براحتها تستوي، وإحنا نعمل خلطة السلطة. تيجوا بقى دلوقتي نقول مقادير السلطة عشان نبتدي نعملها، لأن السلطة هتجهز بسرعة قوي. بس عايزه اقول لكم على نصيحه صغيره بالنسبه للسلطه، ان احنا في العادي دلوقتي عشان احنا في برنامج هنعملها ونجهزها على طول، الصح ان احنا اما نيجي نعمل السلطه الصوص بتاعها يتحط قبل التقديم مباشره عشان السلطه ما تتبلش ولا يحصل فيها اي حاجه. فاحنا دايما هنعمل ايه، عندنا عزومه او عاملين سلطه في الغدا في البيت حتى ولسه الاولاد ما رجعوش من المدرسه او اي حاجه، هنعمل ايه؟ هنعمل السلطه ونجهزها ونعمل الصوص ونجهزه. اول ما نيجي نسيرف الاكل تك هنحط ونقلب وبالهنا والشفا. طيب نيجي نشوف بقى مقادير السلطه. عندنا 2 خياره مقطعه مربعات، و2 طماطم مقطعين مربعات، نص جزره مبشوره،
نص خس كابوتشا، يعني نص وحداية خس كابوتشا، بصلة حلقات، فلفل رومي أخضر مربعات وفلفل رومي أحمر مربعات. أما بقى بالنسبة للصوص، أنا هنا عايزة أقول لكم برضو على حاجة عشان تبقوا عارفينها قبل ما نكمل بقية المقادير. الرز البخاري عادة بيتقدم معاه إيه؟ بيتقدم معاه سلطة خضراء وسلطة زبادي. أنا بحب أضرب اتنين في واحد على طول، فروحت عاملة السلطة الخضراء وعاملة الصوص بسلطة الزبادي، يعني الصوص بالزبادي، فبقت السلطة الخضراء بالزبادي مرة واحدة. فالصوص بتاعنا هنا هيبقى 3 معلقة كبيرة زبادي، فص ثوم مهروس، معلقة كبيرة خل، 2 معلقة كبيرة زيت، معلقة صغيرة نعناع ناشف، ومعلقة صغيرة سماء، وملح وفلفل بحسب الرغبة زي ما أنا دايما بقول لكم. هنجيب بولة ونحط فيها أنا ممكن أعمل على طول في البولة اللي هنغرف فيها السلطة، وهنحط فيها الخيار، وهحط الطماطم، وهحط الجزر، وممكن اوبشنال البصل نحط او ما نحطش زي ما احنا عايزين، ده اختياري. وهحط الفلفل الالوان، وهحط الخس الكابوتشا. هاخد الحاجات دي بقى ارجعها ورا كده عشان نعرف نعمل سلطتنا. وهنجيب معلقتين، نقلب السلطة الأول كده بس خفافي عشان الطبق ما يتغرقش. طبعا احنا عارفين ان الصوص هنحطه من بدري، انا ممكن اعمل الصوص واسيبه على جنب حتى واحطه لكم وقت السيرفينج عشان تفضل السلطة شكلها احلى فريش كده. نعمل الصوص وبعد كده نبقى نحطه قبل ما نسرفس الاكل على طول، قبل ما اخلص لكم الوصفه على طول. كده السلطه بتاعتي، تعالوا نعمل الصوص، هخليها الناحيه دي. الصوص بتاعي زي ما قلت الزبادي، وبعدين الثوم، الخل، شوية نعناع، سماء، ملح وفلفل، وممكن نحط زعتر، ده هيبقى في الآخر. وهقلب، بلاش بدي، نقلب بدي. هقلب الصوص بتاعي. السماء طبعا بيخليه لونه تحفة، بيدي كولر جميل قوي، لون حلو قوي. بعد كده انا يبقى انا ما حطيتش زيت على السلطة هنا، ممكن نحط شوية زيت، وممكن من غير، لو حد عامل دايت السلطة دي بتبقى حلوة قوي كمان للي عاملين الدايت، ما فيهاش اي حاجة تبقى دهون خالص. انا صحيح مش من الشخصيات اللي بتعمل اكل هيلثي او بتعمل دايت، يعني ما بعمل يعني دايت ببقى غضبانه قوي، لكن احنا ممكن نحط شويه زيت وممكن ما نحطش، ده حاجه برضو ترجع لنا زي ما احنا عايزين. خلي الصوص جاهز هنا معانا، مش هحطه على السلطه غير اما اخلص بقيه الوصفات، لسه الفراخ. طيب ممكن نرغي شويه في وصفة الرز البخاري لو عملنا الطريقة اللي هي اللي أنا بقول لكم إن أنتم ممكن تستسهلوا وتعملوها. أنتم ممكن لو كان زي كده هتروحوا حاطين كمان الرز ومخلين المية فوق بنفس الطريقة دي، بس هتروحوا بقى حاطين كمان البسلة والرز، وهتخلوا المية فوق مستوى الفراخ والرز بشوية كده قراطين،
وتسيبوه بقى يغلي غلوة، وبعد كده هتوطوا النار عليه لغاية ما الرز يستوي. وأول ما الرز يستوي هتعملوا صفار الزعفران بشوية مية وترشرشوه من على الوش، عشان أنا مش عايزة الرز كله يبقى أصفر، يبقى أبيض فأصفر ويدي لون حلو. الطريقة التانية أنا بحبها عشان إيه، بغرف الرز وروح رص الفراخ بطريقة لذيذة قوي، فتخلي الواحد حتى شكل الأكلة حلو قوي. فأنا بديكوا الطريقة دي وبديكوا الطريقة دي عشان أنا دايماً بحب السهل والسريع. إحنا كده عملنا الفراخ، لسه ما حطيناش الرز، فإيه رأيكم نطلع فاصل ونرجع لكم على طول؟ ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنشوف بقى أخبار الفراخ إيه. وإحنا زي ما إحنا شايفين الفراخ خلاص هبتدي أطلعها كده على الصينية على طول اللي هندخلها في الفرن، تبقى خلاص تقريباً 3/4 سوا. أنا محتاجها تاخد بس لون وخلاص. بعد كده هنزل ببقية الخليط اللي كنت شلته عشان الفراخ تنزل، أهو بقية الخليط، عشان أنا عايزة الرز يبقى فيه بصل كتير قوي زي ما احنا شايفين. وهنزل بالبسلة وهاخدها تقليبة، وبعد كده هنزل بالرز البسمتي وهقلبهم تقليبة. واسيب بقى الرز ياخد سواق على ما دخل الفرن ونعمل الحلو بتاعنا ونطلع اطباق من ورا الخيال. هنقل الرز بس هوطي عليه النار شوية كده اهو، وهدخل الفراخ بتاعتي الفرن. وبعد كده نبتدي نعمل الحلو. الحلو بتاعنا النهاردة الكيكة التركية الشهيرة التريليتشي، هقول لكم المقادير بتاعتها. انا بحب دايما عشان اسهل عليكم اني اقسم المقادير حاجات، يعني هنقول عجينه الكيكه، عجينه التسقيه، سوري مكونات الكيكه، مكونات التسقيه، والكريم شانتي، وبعد كده الكراميل اللي هنحطه. فنقول اول حاجه المكونات بتاعه الكيكه هي 4 بيضه، نص كوب سكر، باكو فانيليا، 3/4 كوب حليب او لبن، وكوبايه ونص دقيق، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. اما للتسقيه اللي هنسقي بيها الكيكه بعد ما تطلع من الفرن، فهو 2.5 كوب لبن، نص لبن مكثف محلى، نص علبه لبن مكثف محلى، علبه قشطه. في بقى صوص الكراميل عباره عن كوب سكر و2 معلقه كبيره زبده وعلبه قشطه. و بعد كده هنبقى جاهزين بكريم شانتي جاهز بيتحط طبقه في وسط الطبقات. هتقولوا لي ايه اللي انت بتعمليه فينا ده؟ معقوله كل التخن ده؟ انا بحب كده، دي الوجبه المفضله ليا او الوصفه المفضله ليا اللي هبقى على طول عايزه اكل منها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هبتدي اجيب بوله وهحط فيها البيض وهحط السكر وهحط الفانيليا، وبعد كده هضرب المكونات مع بعض قبل ما انزل عليهم ببقية هضرب انا كده القوام بتاعي بقى كريمي قوي. هبتدي انزل باللبن
بالراحة خالص. وبعد كده هحط البيكنج باودر على الدقيق قبل واقلبهم مع بعض كده، وانزل بقى بالتدريج وانا بضرب الخليط. هنزل بالتدريج على خليط البيض. انا كده بقى جهز الخليط بتاعي، هحطه في البايركس وادخله الفرن واجهز الصوصات بتاعتي. هاخد بقى البايركس بتاعي، هحط ندعة زيت صغيرة عليه، هدهنها كده بسرعة بالفرشة زي ما احنا شايفين، وهرش عليها حب الدقيق، خليتهم فاضلين من الدقيق اللي كنت عاملاه في الكيكة عشان اوزعه كده زي ما احنا شايفين. وزعت الدقيق كده، وحنزل بالخليط بتاع الكيكة في البايركس. هجيب السباتشولا ده، ادي كده خليط الكيك بتاعي كامل. بس انا بحب انزل كل تنتوفه، وبعد كده هدخل احط البايركس بتاع الكيكه لغايه ما الكيكه تستوي، وبكده هنبتدي نعمل بقى الصوص بتاع التسقية وصوص الكراميل. بس قبل ما ابتدي لازم اتأكد. الله على الريحة، الله، انتوا مش فاهمين الجمال. عايزة بس اخده تقليبة، حاجة كده من ورا الخيال. خليه يكمل سواه على ما احنا عندنا دلوقتي. هنعمل صوصين، الصوص بتاع التسقية وصوص الكراميل. خلي الكريم شانتيه مش هنحتاجه دلوقتي، تعالوا نعمل صوص الكراميل. على النار هحط الزبدة واسيبها تسيح، وعلى ما الزبدة تسيح هلملم شوية حاجات كده افضي هنا عشان ما نكركبش الدنيا. من ضمن الحاجات ما بعرفش اشتغل في كركبه كتير، وبتبقى الدنيا مكركبه احس ان الوصفه هتطلع وحشه، وتبقى الدنيا رايقه احس ان الوصفه هتطلع حلوه، مع انه كله في النهايه وصفه، بس دايما كده. واه بقى لو حد من الولاد دخل المطبخ وبهدل لي الدنيا بتبقى جريمه جريمه. طيب الزبده بتسيح، اول ما الزبده تسيح على طول هعمل ايه؟ هروح نازله بالسكر عشان اعمل صوص الكراميل. السكر جاهز والقشطه بتاعتي جاهزه عشان انا عايزه بقى صوص كراميل من ورا الخيال. عايزه اكرمل كده، اعمل كراميل عشان الكيكه ما هتطلع. هسقيها بالخلطه اللي هعملها لكم، هتشوفوها خلطه خطيره. وبعد كده بعد ما تتسقى وتشرب الخلطه هروح عامله ايه؟ هروح حاطه الكريم شانتيه وعلى وشه بقى صوص الكراميل. وهيصو هيصو.
وهنعمل وصفة من ورا الخيال زي اسم برنامجنا كده. هنزل بالسكر عشان يلحق يسيح على ما الزبدة تكمل سيحان، وعايزين اللون اللي هو مش بني بس مش ذهبي فاتح، اللون الكراميل، عارفين انتوا اكيد لون صوص الكراميل، عايزين نوصل للصوص ده مع الزبدة اهو. هنحروق بقى الدنيا، هفضل اسيبه مع الزبدة لغاية ما يتحروق ويدي اللون الغامق. في طريقة تانية برضو بس انا ما بحبش اعملها عشان اوقات بتبوظ الطاسات بتلزق، ان انا احروق السكر الاول وبعد كده اروح حاطه الزبده. اما بتحروق السكر الاول صحيح اللون بيبقى احلى شويه، بس اوقات بيلزق قوي في الطاسه وبيبقى صعب قوي، وانا زي ما قلت لكم بحب كل حاجه سهله، ما بحبش اصعب على نفسي حاجه خالص. فانا بسيب، بس انا هنا النار مش مساعده قوي، ان انا عايزه اسيبه لغايه ما ياخد اللون اللي انا بقول لكم عليه. هنسيبه شوية ونطمن على الرز أخباره إيه. نفضل رايحين جايين كده. إحنا الفراخ بتاعتنا خلاص خلصت وطلعناها، لسه بقى هنغرفها فوق الرز. لسه شوية على الرز برضو. طيب على ما الصوص هنا يتكرمل، لانه هغمقه سنه كمان وانزل عليه بالقشطه على طول، مش هستنى ما يغمق قوي بس هغمقه سنه كمان، ويكون السكر انا عايزاه ساح تماما. فانا بحاول اعمل لكم دوشه انا عارفه، بس بحاول اسيح السكر وفي نفس الوقت يكون كرمل وبقى لونه حلو، وبعد كده نحط القشطه بتاعتنا على طول اهو. يعني بدأ اللون اهو، هنزل بالقشطة. سلام على الصوت ده، مزيكا في وداني، مزيكا صوت البقبقة والقرمشة والزيت والحاجات دي، سامعين؟ مزيكا في وداني. الله يا جماعة انتوا لو تعرفوا سعادتي وانا بعمل وصفة زي دي. وعلى فكرة مش سعادتي أنا بس، فريق العمل كله فرحان إنه هياكل الأكلة دي، صح ولا إيه يا شباب؟ هسيبه برضو يغمق سنة معايا، وبكده هيبقى الصوص بتاعي جهز اللي أنا عاملاه، وهحطه فوق الكريم شانتيه، بس هحطه يكون بارد، فأنا عايزة أخده تقليبة واحدة كمان واطلعه يبرد خالص، عشان يخربي على ريحته. يا جماعه خطير خطير. طيب انا عايزه حاجه بتاعت سخن اطلع احط عليها عشان ما نبوظش مطبخنا الجميل، هطلعها على جنب هنا كده. وبعدين نيجي على نفس العين ونعمل الصوص بتاع التسقية بتاعتنا، وهو لبن. ولبن مكثف. وهنحط القشطة وناخدهم كلهم تقليبة مع بعض. هاخد كله تقليبة لغاية، وده هيبقى الصوص اللي بنسقي بيه الكيكة التركية التريلتشي. وفي حاجة في طريقة تانية كمان أنا بحب أقول لكم دايما الطرق، بس أنا عايزة أوفر عشان نوفر على نفسينا. في ناس كمان بتحط
لبن مبخر مع اللبن المكثف المحلى. اللبن المبخر ده هتلاقوه دايما في السوبر ماركت جنب اللبن المكثف محلى، يعني موجود، مش حاجة جديدة سمعتوا عليها، بس بعمل بيه حاجات كتير قوي رهيب بصراحة، يعني أحلى شرب هتدوقوها من إيدي معمول باللبن المبخر. بس خلينا نوفر هنا في الكيكة توفير مش بس مالي، توفير صحي، لأنها فيها كم مكونات ودسم، فبحاول أوفر لكم. بس هي طعمها من ورا الخيال، فمستاهلة أنكم تجربوها. طيب أول ما يغلي خليط التسقية بتاعي هأسقيه بالكيكة، ونبتدي بقى في المراحل التانية. نطلع فاصل وبعد كده نكمل. وغلي الصوص بتاع التسقية بتاعتنا، المفروض ان انا هسقي بيه دلوقتي الكيكة. بس قبل ما نسقي الكيكة عايزة بس اعمل حاجة بسيطة، اللي هو قلت لكم ربع معلقة صفار الزعفران مع 3 معالق مية، عايزة انطورهم كده على الرز خفافي عشان اخد لون حلو قوي زي ما انتوا شايفين، واعمل له تقليبة بسرعة، تقليبة على طول كده عشان يديني لون اصفر فابيض، واسيبه لغاية ما نخلص تسقية الكيكة، وبعد كده اغرف الرز. هبتدي بقى اخرم الكيكة، زي ما انتوا شايفين كده، خرجناها من الفرن اول ما استوت، وهبتدي اشققها عشان عايزة اشربها بالخليط اللبن ده جامد جدا، بخرم كتير قوي قوي عشان لازم تبقى حتى من الحروف، ما يهمكوش هي هتبقى مدارية ففعصوا فيها زي ما انتوا عايزين. لو واحدة كده متعصبة، الولاد مطلعين عينها في الشغل متعصبة، تقعد تطلع طاقتها في الكيكة دي، وبعد كده نسقي اللبن. يلا انا خلصت اهو، اخد الكبشة، هاخد اللبن هقربه كده، هاخد الصوص اللي عملناه باللبن المكثف المحلى، وابتدي اسقي الكيكه بتاعتي. بصوا 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 الحلاوه، اسقوا ما تخافوش، سقوا جامد عشان تشرب. عايزه اقول لكم برضو على حاجه، طبعا احنا البرنامج بنبقى عاملين حاجات دوبليكتس، فلو الكيكه طالعه سخنه نار من الفرن يبقى لازم التسقية تبقى ساقعة، ولو الكيكة كانت باردة، يعني احنا جايبين واحدة تانية عشان نلحق تستوي، فهي الكيكة باردة فحطت لها التسقية سخنة، لازم كل واحدة وعكسها عشان تاخدوا نتيجة حلوة. انا هسيبها تتشرب، واي زيادات هروح منزلاها قبل ما احط عليها الكريم شانتيه، بس انا عايزاها تتشرب على قد ما اقدر، فهقعد اسلك لها كده عشان شايفة انها لسه ممكن تشرب كتير. على ما تشرب الكيكة ممكن اغرف الرز بتاعي واحط الصوص على السلطة. هبتدي احط الصوص على السلطة، هقلبها تقليبة، وبعد كده هحط الرز، هاخد معلقه اغرف بيها الرز. بصوا بقى الدلع والطبق المدلع بتاع الرز يا جماله. والله بصوا ريحه رز ما حصلتش. على فكره الوصفه دي مش سعودي، يعني في رز بخاري سعودي وده وصفه افغاني، فهي مش سعودي عشان السعودي بتبقى مختلفة شوية. أنا هستسهل بقى وأحط لكم الرز بالطريقة دي كده. شايفين حباية صفرة وحباية بيضة زي ما احنا شايفين كده، والطعم من ورا الخيال. وهجيب بسرعة الفراخ وأحطها عليها. you
هنحط الفراخ بصوا ده الفكرة اللي أنا كنت بقول لكم ليه مش عايزة الفراخ تبقى مستوية، بحب المنظر ده قوي. وممكن بس أنا هنا معيش في الاستوديو ممكن أحط شوية بقدونس أخضر، كزبرة خضرة، بتدي شكل كمان في التقديم، بس هي في بسلة اوريدي يعني. لكن لو عايزين ندلع الطبق بيبقى طبق بجد من ورا الخيال، نقفله كده نص قفلة في التقديم بيبقى شكله شياكة قوي. هنقلب بقى السلطة وبعدين نخلص نقلب السلطة شوية. أوبس. خلينا نقلب السلطة كده. وعملنا السلطة ممكن نحط لها شوية زيت عشان أعرف أقلب وأنا بعيد كده. بس اللي عامل دايت ما يحطش الزيت، أنا حطاه اختياري بس كده. وهنقلب نقلب نقلب سلطتنا وهتبقى من ورا الخيال. وضربنا عصفورين بحجر، عملنا ايه؟ عملنا سلطة خضرة بصوص الزبادي بدل ما نعمل سلطة خضرة وسلطة زبادي، لان يعني هو المفروض بيتاكل بالحاجات دي معاه اللي هو الرز البخاري. ادي السلطة جهزت كمان. شيل بقى البابا، انتوا عارفيني انا لازم ابقى منظفه حواليا. بس كده عندنا بقى خطوات لسه كتيره في حلو التريتشي. بصوا الحلاوه كده بقى وكده. بس كده بصوا بقى في شويه زيادات، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي انقلها تاني لان انا مش عايزه كل ده. بس كده وهجيبها تاني هنا، انضف حواليا معلش الا الحاجات اللي ما تبقاش من اهم حاجه اللحوسه معايا ولا ايه؟ مش صح اللي انا بقوله؟ وبعد كده فين الكريم شانتيه اهو؟ هجيب الكريم شانتيه وهحطه على الوش. بالنسبة للكريم شانتيه بقى ممكن تعملوه بطريقتين، يا هتجيبوا اللي هو الكريم شانتيه البودرة وتحط تضربوه بقى بمية أو بلبن وتحطوه، يا إلا هتجيبوا ويبينج كريم اللي هي كريمة اللباني الحلو وتضربوها لغايه ما تجمد وتحطوها شويه في الثلاجه عشان هي بتفك اسرع من الكريم شانتيه. فيا كده يا كده، هتقولوا لي انت بتحبي ايه؟ هقول لكم انا في وصفات بحب ده وفي وصفات بحب ده، بس انا الاغلبيه بحب البودره. ليه؟ مع ان التاني بيبقى طعمه اكتر عشان مسكر شويه، وانتوا عارفين انا بعشق السكر. ف بصوا بصوا المنظر تبوظ الأعصاب. طيب أنا عايزة أساوي الكريم شانتيه شوية كده، بعدين هنزل بصوص الكراميل اللي عملناه. ممكن أخده على النار شوية اخده على النار شويه، ده خلاص مش عايزينه. ننزل بيه دلوقتي. انا بقلب الصوص الكراميل المعمول بالقشطه، فانتوا هتلاقوه فاتح شويه لان هو محطوط عليه القشطه. بقلبه شويه وبعد كده هنزل بيه وهعمل له تغميسه كده، هوريكم ازاي مع الكريم شانتيه. طبعا الصح ان احنا نستنى انه شويه يبرد، بس انا هحطه بعد كده في الثلاجه لان انا عشان وقت البرنامج. وهقعد بعد كده
أزوقه معاكم وأخد رأيكم في كذا حاجة. بجيب خل سنان وافضل بقى انا هقعد الخبط كده اي حاجه بخل السنان زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان هو يبقى مديني شايفين. انا المهم عندي يبقى عندي الشكل ده كده، وباي طريقه انتوا تعملوها يعني، انا راحه جايه اهو يمين شمال فوق تحت. تسمحوا لي ان انا ادوق، مش قادره ابقى بعمل حاجه ونفسي فيها قوي، عايزه ادوق حته كده حته. ممكن انا عايزه ادوق حته، ما انا مش هاخد حته جامده ومش هبوظ لكم المنظر ما تقلقوش. انا هغطيه بعد كده واعمله من ورا الخيال، فظيعه. هظبطها لكم تاني عشان المنظر ما يبص وابقى بوظت لكم الاكله اهو كده. طيب تعالوا بقى نحط الحاجه جنب بعضها كده. هنجيب كيكة التريليتشي ونحطها هنا. عندنا اهو الرز اللي بالفراخ والسلطة. وعايزة اقول لكم بقى على حاجة، انتوا عارفين هرغي معاكم بقى شوية عشان تتعرفوا عليا اكتر، يعني لان في ناس اكيد ما تعرفنيش، فعايزاكم تتعرفوا عليا اكتر. انا واحدة هاوية، وكتير جدا كانوا يقعدوا يقولوا لي ده انت اكيد دارسه دراساتك كلها في الطبيخ وكده. انا واحده هاويه اتعلمت الطبخ من مامتي، كنت من وانا صغيره احب اقف معاها واتعلم منها وكده. وما اتجوزت كان جوزي دايما بيقول لي ان انت اهم حاجه انك انت اللي تطبخي بايدك، مش عايز حد يساعدك. فكنت دايما بطبخ، فاتمرنت اكتر واكتر لحد ما بقيت مشهوره في وسط قرايبي واصحابي ان انا بطبخ حلو. ومن هنا اول ما اولادي كبروا وحسيت ان انا عندي وقت بدات اشتغل الشغلانه دي. لكن الحقيقه ان انا هاويه، خدت شويه كورسات في فرنسا، بس ده بعد ما اشتغلت واتعرفت وكله عشان ابسط نفسي بيها. الكورسات دي بتعملي حاجه حلوه ليها لنفسك، مش دايما بتتعلمي جامد منها، لان طبعا اختلاف الطرق هناك واستخدام مكونات مش موجوده هنا وحاجات كده. فالفكره ان انا واحده هاويه، لكن عشان لو اي واحده عندها حلم، انت مش لازم تبقي دارسه، لو انت فعلا بتحبي. دايما عندي مقوله بقولها على السوشيال ميديا ان الشغف مع الاجتهاد بيؤدوا الى النجاح. لو انت بتحبي الحاجه واجتهدتي فيها ربنا هيوفقك ان شاء الله. عندنا السلطه الخضراء اللي بالزبادي، عندنا الرز البخاري اللي بالفراخ الطريقه الافغاني، وعندنا الكيكه التركيه التريليتشي من ورا الخيال. عايزاكم تدربوا وتقولوا لي رايكم ايه. استنوني بقى في الحلقات الجايه بوصفات من ورا الخيال، وعايزه اعرف ارائكم في الوصفات اللي انا بعملها شخصيا، يعني الوصفات دي نفسها تكتبوا لي عملتوها، عجبتكم ايه، الاخبار، كل الحاجه دي. لو عندكم اسئله انا ببقى مبسوطه جدا باللي بيبعتوا لي اسئله. احنا بنعمل وصفات من ورا الخيال وعايزين نكسر الدنيا بيها، وعايزه كل ست بيت تكسر الدنيا في بيتها بالوصفات اللي من ورا الخيال.